أربع شقيقات، بعد انعزالهم عن بعض لمدة طويلة اضطروا يرجعوا يتجمعوا في بيت أبوهم. كل واحدة إلها قصة، خلينا نروح ونعرف قصة كل بنت من بنات عبد الرحمن. معنا هلأ مخرج الفيلم طبعاً زيد يعطيك العافية. الله يعافيك. زيد، بعد 5 أفلام قصيرة، هذا أول فيلم روائي طويل، كيف كانت تحضيراتك للفيلم؟ والله التحضيرات، يعني أنا الأشياء اللي تعلمته وأنا بعمل الفيلم إنه أول شيء كنت أنا عندي كتير توتر إنه أعمل فيلم كتير حلو كبير طويل، لأنه الحمد لله أفلام القصيرة نجحت، فكنت خايف إنه not to meet expectations، إنه أعمل إشي مش على قد. بس الحمد لله فهيك طول الفيلم وأنا عم بعمله، عشان أنا واحد من 4 أخوان، بكتب على 4 أخوات، حبيت أخذ وقتي، وهلأ عملنا الفيلم الطويل، وهلأ مرعوب كتير من اللي إيش دي أعمل بعده. الحمد لله من نجاح الفيلم، فبس it's all good يعني. صح، يعني أنا بدي أحكي لك ردود الأفعال ما شاء الله حوالين العالم، كيف شايفها أنت؟ الحمد لله. بتعرف يعني عشان أكون كتير صريح معك، أنا فتت على هذا الإشي طبعاً كفيلم ميكر كأرتست، حابب إنه بدي أربح جوائز وبدي، بس فعلياً وما عم بحكي هيك عشان الكاميرات وإشي، جد من كل قلبي الجائزة الحقيقية كانت إنه كل ما نروح على بلد بالمنطقة العربية بأوروبا بأمريكا، الناس عم تطلع متأثرة كتير شايفين حالهم بالفيلم، شايف أمه بالفيلم، شايف حاله بالفيلم، شايف يعني كان في تفاعل كتير حلو. وأنا بالنسبة لي هذا يعني أحلى إشي ممكن يكون صار، وI can't wait أسمع ردود فعل بالأردن. بالضبط، أنا كنت أحكي لك إنه أخذ كتير جوائز، وخصوصا كان في جائزة الجمهور دائما بالأغلب بيأخذها بنات. ثلاثة. فأدي كان. مش شفت حال والله فخر بس ثلاثة. كيف كانت يعني كيف كنت تشوف ردود أفعال الناس بس الفيلم يخلص وبالمهرجانات؟ يعني كان في ناس يجوا عندي يحكوا لي شغلات كتير بيرسونال، شغلات كتير شخصية بعد الفيلم دغري. ناس يجوا مثلا بالسعودية شاب عمره 17 سنة، أنا مش عارف حالي عم بكتب، يعني شايف إيش الشغلات اللي ممكن تحكي مع شخص عمره 17 سنة شاب سعودي، ولكن ما توقعت إنه تكون بهالقوة هاي. إنه يعني مثلا طالع من المسرح صار بتطلع عم ببكي، كان عم بحاول يحكي معي، وأنا عم بحاول أوصل له عشان بسلم على الناس. كتير بتعرف بعض العرض الناس كلها بتسلم على بعض، شفته وأنا طالع قلت له شو بتحب تحكي، بس على فكرة إذا شايف هالمقابلة بسلم عليه، أنا أول مرة بحكي عنه. قلت له شو اسمك؟ قال لي آدم، أو أصنك أنا سمعت آدم، بعدين ركض بس عبطني وصار يبكي وركض، ما حكى إيش صار. فأنا إنه whatever is the result، بتمنى أن يكون هذا الفيلم عم بعمل بالناس زي اللي عمل فيي أنا بس بلشت هذا الفيلم كنت شخص كنت ما بحب حالي، كنت كنت بالدارك بالظلام كتير بحياتي، محل كتير سيء يعني، واكتشفت أنه بسبب كتير شغلات عادية أنا ممكن أكون بدي أعملها بحياتي، بس مجتمعي والحوالينا والدنيا، بتعرف إحنا مجتمع مصارينا معلق ببعض كتير، لازم كل واحد يدخل بحياة كل حدا. فأنا بلشت الفيلم وأنا بحالي، وهلأ خلصت الفيلم وأنا بحب حالي، I'm proud of myself، وبعرف شو مثلا شو خصلي المنيحة وشو خصلي ممكن تتحسن، وبتمنى إنه هذا الإفكت نفسه يوصل للناس إن شاء الله. أنا حاسس إنه somehow عم بوصل يعني. بعد ملف العالم الفيلم اليوم بده ينعرض في الأردن، كيف شعورك بده ينعرض في البلد الأم للفيلم؟ صراحة يعني شعوري بقدرش أوصفه بشغلة واحدة، بس عن جد خايف أفرط بكى بوقت العرض. يعني حتى عم بحكي اليوم صبح مع أمي إنه رحنا كتير وفتحنا محلات كتير وربحنا جوائز كتير، ولأول مرة بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي اللي هو مهرجان كتير مهم بيربح فيلم أردني جائزة الجمهور، اللي بالمرة ما توقعتها. بس هون غير الناس اللي هون، إذا الناس اللي برا قدروا يوصلوا يفهموا إشي، الناس اللي هون حيوصلوا حيفهموا إشي بعد أكتر، ناس عاشوا اللي أنا عشته بتفاصيل، يعني هي الفيلم عربي بيزبط على أي بلد عربي، ولكن تفاصيل الأردن يا رب توصلهم زي ما أنا حاسس إن شاء الله. خايف من الأردنية شوي، بس إنه بحبكم فحبوني هيك نحب بعض شوي على الخفيف. هاي أردن، أنا زيد أبو حمدان، بتمنى أنكم تحضروا فيلمي بنات عبد الرحمن بالسينمات، عشان أنا عم بحكي قصة أردنية. بتمنى أنكم دائما تدعموا الأفلام الأردنية عشان نضل نستمر ونضل نحكي قصصنا، وإن شاء الله نوصل للعالمية يا رب، ويصير عنا إندستري كتير كبير بالأفلام. طبعا البطل الرئيس لفيلم بنات عبد الرحمن صبا مبارك، يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لنا اكثر عن دور امال. امال هي وحده من بنات عبد الرحمن، ثالث وحده فيهم، تجوزت وهي كثير صغيره، خلفت 4 اولاد، وحياتها اخذت مسار يمكن ما كانت تتمنى لنفسها، وبخلال احداث الفيلم يعني
بشكل أو بآخر بتعرف ترجع تمسك زمام الأمور وتاخد قرارات بتخصها بالحياة وتنتصر لنفسها. وبديش أحكي عنها كثير بالتفاصيل لأنه بدنا الجمهور يجي يتطلع، بس هو الحقيقة هو نموذج يعني بالمجتمع. بتقدر تكون عمتي، بتقدر تكون أختي، يعني ستات بنعرفهم بنشوفهم شفناهم كثير، سواء هي أو بقية الشخصيات. كل واحدة فيهم بيشبهوا بعض كثير، بس هم كثير مختلفين عن بعض، وبوصلك لإحساس أنه بالأخير سيدات المجتمع العربي بشكل أو بآخر هم أزماتهم مشتركة وبتشبه بعض. طب زاد المخرج حكى معك وقال لك شو الدور اللي بدك اياه من بين الأربعة؟ مزبوط. انت اخترتي أمال. ليش؟ عشانها كتير بعيدة عني، يعني بنفس الوقت حسيت فيها كتير، بس بنفس الوقت أنا ما تخيلت أني ألعب هيك دور، أو يعني حسيت أنه مختلف كتير. يعني منقبة، ست منقبة حجماً كبيرة، وزنها عالي كتير، عندها رغم كل مشاكلها والأزمات اللي عندها بحياتها، بس برضو في عندها جانب ساخر مرح. صوتها عالي وملعلعة، بس هي مكسورة مطحونة بنفس الوقت، وفيها كتير مواصفات اللي حسيت انه هاي الشخصية سهل انه ينحكم عليها او تنشاف بصورة نمطية معينة. بس انا شفت الشيء الثاني اللي جواتها، حسيت انه هذا الدور، يعني هذا التحدي اني اعمله. كنت بدي اسالك، انت حكيتي انه دور فيه تحدي. يعني صبا اللي لعبت كثير ادوار وعربيه ليش هذا الدور فيه هالتحدي هذا حسيت؟ هدول للاسباب اللي حكيت لك اياهم، وهي كثير يعني ما بعرف الف وارجع، كنت اطلع على هدول الكاركترز وبعدين ارجع احس انه لا انا حاسه انه امال، مش ما بيعني انه الادوار الثانيه مش مهمة مش صعبة، كل دور فيهم أحلى وأصعب من الثاني، بس أمال بالذات حسيت أنه أنا كممثلة رح يكون قدامي تحدي كتير كبير أني أعملها. في ناس يمكن مش كتير تعرف أنه عشان الدور نصحتي تقريباً 15 كيلو تقريباً. صعب كان الموضوع عليك؟ لا لا. أسهل إيش ننصح؟ يمكن صار صعب بعدين طب أعطينا السر، كيف رجعتي نزلتيهم ال 15 كيلو؟ والله لا، أخذ وقت كتير. شغل يعني، شغل تذكرتهم، رياضة، وقت، ده وقت. كيف ردود الأفعال على الفيلم؟ شايفتيها؟ ممتازة، ممتازة يعني الحمد لله. ما تحركنا بولا بلد عربي أو أجنبي الجمهور فيه ما كان في ستاندينج أوفيشن والناس تزقف، دقائق وتفاعل ودموع وضحك، وفي لحظات كتير الناس كانوا عم بتفاعلوا فيها حتى جوا عرض الفيلم يعني، وهاي مش دائما بتصير بالمهرجانات الدولية إنه الناس بنص العرض يزقفوا ويصرخوا هيك، فيعني كتير كان في رد، دائما في رد فعل. هو فيلم بليزر للجمهور، الناس بتحبه يعني، الجمهور هو فيلم جمهور. بس اليوم العرض راح يكون بالأردن. شو المختلف في الموضوع؟ إنه بلده، إنه الكرو تبعنا والناس اللي اشتغلوا بالفيلم كلياتهم راح يكونوا حاضرين، وإنه جمهور هذا المهرجان الحلو الجديد الشاب إنه راح يكون موجودين. تذاكر طبعا من أسبوع سولد أوت للعرضين، مش عارفين نجيب لأهلنا ولا لبقيت عيلتنا، مش عارفين نجيب لحدا تذاكر يعني، فمتحمسين كثير. العرض بالأردن يعني it's something else، لأنه هو فيلمنا، فيلم الأردن يعني. يا جماعة احنا هلأ بمهرجان عمال للأفلام، اليوم في عنا العرض الأول بالأردن، وكمان رح يكون في عرض ثاني إن شاء الله بكرة. ولكن الفكره اللي احنا قررنا هيك يعني اخذناها على عاتقنا انه احنا نفتتح بمهرجان عمان السينمائي، وعلى طول على طول بعدها نازلين على السينمات بالاردن. فلكل الناس عم بيسالونا وعم بيقولوا لنا بدنا تذاكر، استنوا علينا شوي، نازلين بالسينما ورح نعمل مفاجآت، وان شاء الله رح نيجي نحضر عروض معاكم ورح نيجي نحكي معكم ونكون معكم بالسينمات. رح ينزل بالسينمات على نطاق واسع، لانه في يعني رغبة شديدة واضحة عند الجمهور انه يجوا يشوفوه. هذا فيلمكم، بنتمنى كمان فوق كل شيء انكم تدعموه وتحكوا لاهلكم، وبهمنا كثير دائما انكم على صفحاتنا سواء بانستغرام او باي محل ثاني انكم تتفاعلوا معنا وتحكوا لنا ايش حسيتوا وكيف شايفين الفيلم. من ابطال الفيلم العزيزة على قلبي شخصيا فرح بسيسو، يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لنا اكثر عن شخصية زينب. شخصية زينب هي واحدة من الإخوات الأربعة،
بديش أحرق الفيلم كثير، مش رح أحكي لك كثير عنها لأنه لازم الناس تحضر فيلمنا بالسينمات إن شاء الله. زينب فيك تقول إنه هي خلت حياتها كلها لخدمة أبوها، وحاسة إن هي عندها المسؤولية الكبرى إنه هي تدير بالها على أبوها وتفاصيل حياته وكل احتياجاته. طبعاً زينب هي زيها زي أي شخص، زي أي إنسان، عندها أحلامها، عندها طموحاتها، عندها مشاعرها، لكن للأسف الجميع بتعامل مع زينب على إنها شخص بلبي طلبات، شخص بيخلص لنا كل هالأشياء اللي محتاجها في حياتنا. فهي تقريباً هي على الهامش، يعني هي شخص لا وجود له، لا طلبات له. طبعاً هي نقيض عن بقية شخصيات إخواتها، كل واحدة كاركتر وكل واحدة شخصية مختلفة بأبعاد، بصراعات، بتفاصيل نفسية كتير يعني إلها ملامحها. زينب بتتقاطع معي بعض الأشياء، وبتتقاطع مع أشخاص من عيلتي برضو ببعض الصفات، ولذلك كتير بحسها حميمة على قلبي، يعني قريبة إلي. يعني أنت موضوع إنه تركت كتير شغلات عشان تقعد في البيت عشان تدير بالها على أبوها، فقد ايه بشبه فرح في 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 هذا النوع من يعني في جزء بتعلق يمكن بالوالد، جزء الله يرحمه وفي تسلم، وفي جزء يمكن بتعلق أنا هاي طبيعتي، يعني عندي استعداد أن أتخلى عن كل إشي في سبيل أولادي عيلتي. ولكن زي زينب، لما بديش أحرق الفيلم، لكن زينب برضو إلها لحظات بتقول أنا هون موجودة، ما بتخيلوا الناس إنه ممكن تيجي لزينب أو يطلع لها صوت، لكن لكل شخص منا له طاقة احتمال، ولحظة لما بنفجر فيها بتشوف وجه آخر منه. بدي أحكي عن لحظة الانفجار. حكيتي إنه في أشياء وفي صرخات. ما بصير تحرق الفيلم يا أحمد. ما راح أحرق. أحمد ما بده إياكم تحضروا الفيلم بالسينما. في صرخات طلعت من فرح. وحياتك ما حقول. كانت نابعة من جواتي. ما راح أنت ليش بدك تحرق الفيلم؟ ما راح أحرق بس هيك. يا زيد بده يحرق لنا الفيلم يا زيد. يعني برجع بقول لك عشان أحاول أهرب من سؤالك المحتال واللي فيه فخ إلي. مرة أخرى، كل شخص منا له عدة وجوه وله تفاصيل كثيرة. أنت قد تشوف مني بس الوجه اللي أنت شايفه هلأ، لكن أنا عندي كثير تفاصيل وجوه أخرى مع كل شخص، بتختلف شخصيتي أو مش بتختلف شخصيتي، بيختلف تعاملي معه. في أحلام وطموحات إلي يمكن ما بحكي فيها، في ناس بيجهر فيها، في ناس لا. يعني زي زينب، هي بني آدمة كثير حساسة، كثير طفلة، حقيقة طفلة في جسد بنت في متوسط العمر. زينب كثير طاقة تحمل فظيعة، يعني جبل من التحمل. لكن كمان زينب إلها لحظاتها اللي بتنفجر فيها واللي بتقول خلص بكفي أنا هون، وهي من أحلى لحظات زينب، شخصية زينب. ويمكن هي من اللحظات اللي خلتني يعني أقول هذا الدور. طبعاً كل العمل بالمجمل بكتابته الرائعة اللي كتبها زيد أبو حمدان، بإخراجه، بكاست العمل. بس إذا بدي أحكي على شخصية زينب، أحياناً أنت بتقرأ كممثل عمل كامل، دور من الألف إلى الياء، من الجلدة للجلدة، وما بيعلم إشي في قلبك. وأحياناً بيجيك دور خمس مشاهد، مشهد منهم تحس إنه لو ما عندي غير هذا المشهد أنا مكتفية. زينب إلها كذا لحظة، يعني ما بدي أقول لك من أروع ما يكون. يعني حسيت الله فيني أعطي فيها كممثلة طاقة عمل أنا ما كنت أعرف عنها، وحابة أجرب وحابة أطلع شيء من داخلي ما طلع. هو واضح لأنه كمان يعني زينب إنه ترجع فرح بعد 10 سنين، يعني مبين إنه هذا الإشي حقيقة. وبرجع بقولك بداية من كتابة زيد أبو حمدان، زيد كتب النص عن جد من روحه فوصل لروحنا. كاتب الشخصيات بشكل عميق جدا، قادر تشوفها وانت عم تقرأ لحم ودم،
قادر تحس بوجعها، قادر تحس بكلماتها. ما في كلام مجاني مكتوب، إنما هو كلام كتير حقيقي، كتير منطقي إنه يطلع. بقول لك أنا كنت حاسة كل مالي عم ببعد أكتر عن الشغل، والشغل عم ببعد أكتر عني. كل مالي عم بحس إنه رجعتي مش قادرة أشوفها بالعمل الفلاني أو بالعرض الفلاني أو بالدور اللي قريته الفلاني. عن جد يشكر زيد على هالكتابة الرائعة، لأنه بدون هيك أظن كنت رح أضل مخبية حالي متخبية. طب هلأ بعد زينب نقدر نحكي إنه فرح ممكن ترجع هلأ للدراما زي زمان نشوفها دائما؟ رجعت هلأ إن شاء الله، عندي على بتاريخ 24/8 رح ينعرض على قناة نتفليكس مسلسل من إنتاجها، مسلسل كتير حلو اسمه مو. أنا عاملة فيه دور كمان مختلف تماماً، دور أم تقليدية لذيذة ماسكة زمام الأمور، دمها خفيف كتير كتير، عمل مميز. كوميدي، هو كوميدي اجتماعي. هلأ حالياً عم بصور عمل، يا ريت بقدر أحكي تفاصيله، بس اللي بقدر أحكي إنه عم بصور عمل في بيروت، هو مشترك سوري لبناني. كتير سعيدة بهاي التجربة، لأنه برضو دور مختلف ورجعة كتير حلوة إلي زي ما بقولوا بسكتر، بقطاع مختلف. بس سعادتي الأكبر هلأ حالياً بنات عبد الرحمن. كل نجاح إله، كل مهرجان بروح عليه، وكل ردة فعل حلوة عم بسمعها من الناس، تحسس الواحد إنه الله، يعني كل تعب تعبه بيستاهل. هلأ بعد ما لف كتير مهرجانات اليوم بالأردن، تحسي إنه إلها طعمها غير، إلها طعمها غير، إلها زي ما بقولوا رهجة غير. عن جد بتحس ببيته، بمكانه، ببلده، بأرضه، بترحيبه، عارف؟ ما بتتخيل. يعني أنا صح لي أني أكون بأكثر من مهرجان، للأسف في مهرجانين منهم ما قدرتش أحضر لأنه كان عندي تصوير، لكن تقريباً حضرت 3 مهرجانات، سان دييغو ومالمو بالسويد. فأشوف ردة فعل الناس كتير حلوة، انبسط لما أسمع. أنا أقعد طبعاً أبكي زيهم بالصالة وأشهق وأزعل وأعيط على مشاهدي وعلى مشاهد البنات، وأكون كتير سعيدة بردة الفعل. لكن عن جد اليوم ما بتتخيل، يعني على أطراف أصابيعي قاعدة بس بدي أشوف أهل الأردن، شعب الأردن، كيف رح يكون ردة فعلهم، كيف رح يتجاوبوا مع فيلمنا. حابة أسمع رأيهم، حابة أسمع أسئلتهم، حابة أسمع نقدهم، حابة أسمع تشجيعهم. ما بتتخيل، يعني هذا العمل ابن هالبلد، فحابة أشوف كيف رح يكون ترحيب فيه. من زينب بنت من بنات عبد الرحمن بقولكم احضروا فيلمنا، اللي ما رح تندموا أبدا، وهذا وعد مني إنكم تحضروا بالسينما. نستناكم زينب، أمال، سماح، وختام، وأبوهم عبد الرحمن. فيلم بنات عبد الرحمن إخراج زيد أبو حمدان. منشوفكم. ومن أبطال فيلم بنات عبد الرحمن مريم باشا اللي هي معنا هلأ بدور ختام. مريم كيفك؟ تمام، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام. احكي لنا أكثر عن دور ختام. دور ختام هي شخصية جريئة، شخصية بتحب الحياة، شخصية اللي أخذت قرار إنها هي تصنع القدر تبعها بإيديها وما تمشي على قوانين المجتمع أو على قوانين العادات والتقاليد وما إلى ذلك. شخصية بنظري كثير بتحب اللي حواليها، الحب تبعها ممكن يترجم لكره بمحلات معينة، بس لأنه هي هالقد الحب تبعها صادق اتجاه الشخصيات، وخاصة اتجاه أبوها اللي هي زي ما بتعرفوا قطعت علاقتها معه بسبب إنها هي مش قادرة إنها تكون حرة بحياتها مع أبوها. فهي شخصية بتحب اللي حواليها، شخصية بتحب الحياة، وشخصية جريئة مندفعة ولذيذة. بس قرأتي عن الشخصية، شو اللي شجعك إنك تقبلي فيها وتمثلي هذا الدور؟ الفيلم كله شدني، لأنه قصص الأربع نساء هدول اللي أنا قدرت أتواصل معهم كلياتهم بشكل فردي، وخاصة مع شخصية ختام اللي حسيت من القراءة الأولى إنها
بتشبهني إنها جاي من نفس المحل اللي أنا جاي منه، خلينا نقول مش بشكل حرفي، بس حسيت إنه هالقد في نقاط مشتركة بيني وبينها اللي هالقد شجعتني إني ألعب الدور، كمان بالإضافة للطاقم الجميل اللي كان موجود، وأنا كمان الكاستينج تبعي أجا بمرحلة كتير متأخرة من صناعة الفيلم، فكان كل شيء أوريدي جاهز وموجود وعم بستنى كأنه إني أدخل على المشروع، فكان كل إشي كل الزوايا كانت مشجعة صدقا. يعني على سيرة هذا الإشي، إيش النقاط التشابه بين مريم وختام؟ يعني أول إشي هي الجرأة، بفكر إنه هي أخذت القرار إنها هي تهرب من البلد تبعتها، سوري مش تهرب، إنها هي تغادر البلد تبعتها. ممكن يترجم هذا الحكي لهروب، لكن أنا بفكر إنه هو خلص هي خطوة اللي كانت مجبورة إنها تاخدها عشان تقدر تعيش حرة، تقدر تعيش كيف هي بتفكر، كيف هي بتآمن، شو هي بتشعر، كل هذا الحكي. وهذا كأنه أكتر إشي أنا لمست فيه تشابه بيني وبين ختام، لأنه في إشي في الروح كأنه حرة بدها تعيش، بدها تنجز، بدها كذا، بعيداً عن القوانين والتبوهات اللي موجودة في مجتمعاتنا. فهذا هو بالأساس. يعني حكيتي إنه هذا الدور مفصلي بالنسبة لك، طبعاً ليش؟ مفصلي لأنه أول إشي أنا مش كتير عندي شغل سينمائي ما قبل بنات عبد الرحمن، عندي فيلم طويل اسمه مفك، فيلم فلسطيني، وعندي فيلم قصير اللي هو الهدية اللي كان مرشح للأوسكار، وهاي كانت التجربتين كأنه الوحيدات خلينا نقول السينمائيات قبل بنات عبد الرحمن. فكان بالنسبة لي مشروع مفصلي أولاً لأنه الدور حجمه كبير يعني بالفيلم، وكمان لأنه فتحني على العالم العربي، فتحني على الجمهور العربي، على صناع السينما العربيين، وهذا بالنسبة لي إشي مفصل اللي بعد ما نزل، كأنه بعد ما بلشنا نعرض في مهرجانات بلشت أحسه عن جد على أرض الواقع. تمام، كيف شايفة ردود الأفعال؟ ردود الأفعال عظيمة. يعني الفيلم بحكي للناس، أنا بفكر يعني بآمن إنه الفيلم انعمل بطريقة اللي الناس تقدر تحس معه، تقدر تتواصل معه، وهذا بفكر اللي خلاه، يعني نشكر الله خلاه ينجح مع الجمهور بأكثر من محل. يعني إحنا كنا بالقاهرة، نجح بالقاهرة، بالسعودية، حتى في مالمو، حتى الجمهور المش عربي كمان قدر يتواصل مع الفيلم، لأنه حتى لو أنت مش جاي من مجتمع عربي، حتى لو أنت مش جاي من مجتمع بين قوسين محافظ أو متدين، أنت بتقدر تشعر مع هاي القصص النسائية، لأنه النساء يعني نشكر الله وضعنا سيء بمعظم الأماكن في العالم. يعني في تطور اللي عم بيصير يعني من خلال كمان من خلال السينما بشكل أساسي كمان أنا بفكر، وهذا اللي بيخليه بفكر إنه ناجح عند الجمهور. إحنا كمان شوي رح ننزل على دور السينما في الأردن، منحب كتير إنه نشوفكم معانا بعروض الفيلم، منحب نسمع آراءكم، منحب تشاركونا إيش حسيتوا، شو اللي مرقتوا مع الفيلم، كل التجربة بيعني لنا إنكم أنتوا تكونوا جزء منها، فتعالوا احضروا الفيلم. كمان من أبطال الفيلم معنا هلأ حنان الحلو. حنان كيفك؟ يا هلا. سماح. مين سماح؟ مين سماح؟ سماح بنت عبد الرحمن. سماح هي الأخت الضايعة، هم كلهن كل واحدة ضايعة بقصتها، بس هي الأخت اللي للوهلة الأولى بتبين قوية جداً، وبتبين إنه كأنها يعني مش هممها إشي، بس هي من جوا طفلة مكبوتة من جوا، بتدور على محل أمان ومحل حب بحياتها، وبتلاقيه عند خياتها في الآخر. بديش أحكي أكثر. شو اللي شجعك لهاي الشخصية؟ بس قرأتي لأن شخصية مميزة اللي ولا مرة نحكى عنها حسب رأيي بالمجتمع، ومليان فيه من سماح. يعني للأسف ما هو المكبوت بجر مكبوت وراه، يعني إحنا ولا مرة تطرقنا لهاي الفئات من النساء ولا من الذكور اللي هو المثل الجنسي، ولأنه هو مكبوت ومفروض يمشي مع المجتمع فبجر وراه كمان وحدة اللي هي كمان ضحية، هو ضحية وهي ضحية، وهذا المحل مسكر ما بنحكى عنه. يعني ممكن الكل بيكون يعرف بس ما حدا بيحكي عنه، ما حدا بتجرأ انه يفتح موضوع المثلية، وليش اصلا يتجوزوا، وليش اصلا يظلموا معاهم ناس، فكأنه مقبول بالمجتمع، وحبيت الدور. يعني الفيلم مليء بالنجوم، بس انت يعني ردود الافعال العربية بالمهرجانات كانت عليك كتير،
كنت متوقعة هاي الشخصية تاخذ هاي الأصداء؟ أنا حبيت الفيلم، حبيت السيناريو، يعني توقعت إنه يكون لا ما توقعتش كله هذا، لا صراحة ما فكرتش كتير لقدام. أنا لما كنا نصوره هيك يعني حبيت الأجواء وحبيت الفيلم، توقعت نجاح بس مش لهالدرجة، لا صراحة إنه كانت مفاجأة حلوة كتير 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 كتير. كيف كان شعورك وانت هيك بالمهرجان وتشوف الناس يعني عدورك انت عم بكيت من الفرحة، يعني انه واحنا نمثل ما بنعرفش ايش بيطلع، وانا ما صحليش احضر الفيلم غير لوقت السعودية، فكان ردود الفعل اوريدي جايتني على الانستغرام، كانوا يبعثوا لي ورسائل وهيك، وانا مش شايف الفيلم فهيك بغلي فلما شفته وشفته مع صبا ومع زيد فرح، ما كانتش معنا في السعودية ولا مريم، بس كان كتير مؤثر حلو. شو بتتوقعي هلأ ردود الأفعال الأردنية؟ بتوقع كمان رح يحبوه، بتوقع إنه كمان رح يحبوه. طلع لما اسمع الأردن، مصر، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، كلياتنا بالأول وبالآخر نفس الشعب، شوي ثقافات، شوي لهون أكتر شوي لغات، بس كلياتنا بالأول وبالآخر في عنا التابوهات وفي عنا نفس القصص ونفس المشاكل. والنساء يعني بالأخص النساء، وهذا فيلم نسائي، يعني همها واحد للأسف، يعني مش بس عند العرب، بالكل. هو إحنا يعني للأسف بنعيش بمجتمعات ذكورية، بعالم ذكوري، فهذا الفيلم بفكر إنه ليش وصل للجمهور، لأنه هم كل وحدة وصلوا، وحتى الذكور بالفيلم تعاطفوا وتواصلوا لأنه حقيقي. مجبورين تحضروا لأنكم راح تحبوه، أنا متأكدة 100%، وأكيد راح يعجبكم عن جد مش بمزح، لأنه أنا شفت ردود الفعل، وخاصة إنه هذا الفيلم حاز على جوائز الجمهور، وهاي بالنسبة لي أهم جائزة، جائزة الجمهور، لأنه صادقة فيش هون، يعني الجمهور حبه فمش راح تخسره. معنا كمان منتجة الفيلم هلأ آية كيفك؟ تمام كيفك؟ آية، سمعنا من الممثلين عن الفيلم، بدنا نعرف عن كواليس الفيلم منك. الفيلم هذا من أحب المشاريع على قلبي كمنتجة. كواليس الفيلم كانت من يعني من أحلى البروجيكتس اللي اشتغلنا عليهم بصراحة. كان الفريق العمل كامل، الممثلين، طاقم العمل، كانوا صرنا عيلة مع بعض. يعني هو تصويره ما أخذ كتير وقت، تقريبا شهر، بس بهذا الشهر كان كتير لطيفة، والجو أنسات كان كتير حلو وخفيف. الممثلات رائعين، زيد حبيبي يعني. فكواليس الفيلم كانت بصراحة كتير ممتعة، يعني الشغل عليه كان جدا ممتع. وكنت متوقع هاي الردود الأفعال والضجة اللي صارت على الفيلم؟ بصراحة ردود الأفعال واحد دائما بيحلم بردة فعل من هذا النوع، بس ما بعمره بيقدر يخطط لها 100%. بس لما الناس حضرت الفيلم وشفنا كيف ردوا فعل، وذا الرياكشنز كانت يعني من أحلى شيء ممكن أي بروديوسر أو أي فيلم ميكر يحسه. حلو. هلأ اليوم بالأردن رح ينزل الفيلم؟ متحمسين جدا انه عم ننزل بالاردن. نحن بلشنا بفستيفلز برا وعرضنا بالسينما برا، بس هلا نحن نازلين بالبلد هون. الفيلم بمهرجان عمان السينمائي انباعوا التذاكر للعرضين سولد اوت كامل، وضلوا الناس عم بيسالوا على تيكتس وعم بيدوروا. فمبسوطه كثير انه نحن هلا رح ننزل بالسينمات، بتمنى الكل يروح يحضره، وانا متاكده انه الناس رح تحبه. بحب كثير تشوفوا هذا الفيلم. هذا الفيلم هو قصه اردنيه لنساء أردنيات، أنا متأكدة أنه رح تستمتعوا فيه، فبليز احضروا، احجزوا تذاكر واحضروا الفيلم، ونتمنى أنه يعجبكم. والله بصراحة الفيلم مرتب، متعوب عليه، الكتابة ممتازة جدا، الإخراج رائع، الكاستينج كان ممتاز. الفيلم بصراحة بعبر عن كثير المجتمعات العربية بشكل كثير ممتاز.
ومنشكر صناع الفيلم عليه. أول شيء كتير نتشكر المخرج زيد أبو حمدان لتقديمه هيك فيلم مميز وجريء بالوطن العربي، وأكيد الممثلات كلهم والمنتجين واللي كانوا مشاركين بالعمل، عمل كتير حلو، غير تفكير المايند سيت تبعت العالم بالمجتمع الشرقي، ودخل أفكار جديدة على المجتمع الشرقي، وحط أصبعه على الجرح على كل وجع عندهم إياه الناس من منظور اجتماعي أو منظور صحي أو منظور نفسي أو منظور ديني. فهو خلق كرايتيريا جديدة بالحياة العربية اليومية اللي بتعيشها المرأة والرجل العربي. أنا شايفة أن الفيلم ده من أحلى الأفلام اللي شفتها آخر 10 سنين فاتت. الفيلم بيجمع بين حاجات كتير قوي، المخرج عامل مجهود عالي جدا، مجسد شخصيه الستات بشكل هايل حقيقه، وشايفه ان الفيلم ده يمثل الوطن العربي كله مش الاردن بس، والممثلات كل واحده عامله دور بشكل رهيب، وممثلين حلو قوي 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 كانه حقيقه مش ممكن، يعني انا حسيت ان هم بيمثلوا. الفيلم ضحكنا وعيطنا فوق العشرين مره، فدي حاجة ما بتحصلش في الأفلام. الفيلم يا كوميدي يا تراجيدي يا كده، ده بيجمع بين كل حاجة، الأحاسيس اللي فيه حقيقي هايلة. فأنا حقيقة بشكرهم إن هم أمتعونا بالفيلم. فيلم جريء جداً وبطرح مواضيع كتير مهمة بتخص النساء، بتخص الرجال، بتخص موضوع التحرش اللي موجود بكل مجتمعاتنا، وبتمنى للكل يحضروا بقلب مفتوح بعقل مفتوح، عشان كلنا عم نعاني من مشاكل موجودة بمجتمعنا ما لازم نضلنا نغطي عيوننا وقلوبنا عليها. فأنا كتير فخورة بكل واحد كان بالفيلم وبالنص، لأنه جد يعني لازم يصير في تغيير، ولازم نؤمن ببعض وندعم بعض عشان هاي الأمور موجودة وكتير من الأشخاص عم بيعانوا منها. فشكراً لجميع الأشخاص اللي اشتغلوا على الفيلم على هذا المشروع الرائع. صراحة الفيلم يعني كتير أثر فينا، ضلينا نضحك ونبكي بنفس الثانية، كتير انبسطنا. نشكر كل حدا قام على هذا العمل، عن جد يعني احنا كبنات حسينا حالنا موجودين معهم. شكرا لكم. تجربة اليوم صراحة كانت بالفيلم جدا تجربة رائعة، الفكرة بحد ذاتها كانت حلوة، جد الصرخة اللي كانت جواتنا كلنا حسينا فيها، منشوف حالنا بكل واحدة من الأربع بنات هدول في لحظة معينة. أنا بحياتي كنت من هاي الشخصيات، بس الأحلى من هيك كمان إنه كل هذا العمل جهود شباب اللي عملوه، شباب زينا من نفس عمرنا، بناس بطاقتنا بأفكارنا. زي ما حكى المخرج إنه إحنا حتى نعمل هيك أعمال لازم إحنا نحب حالنا حتى نقدر ننتقد حالنا. بصراحة هذا الإشي إحنا بحاجته حتى يطلع من عنا كمان هيك أعمال. يعني الجهود الشباب الجبار اللي موجودة، الناس اللي عملت هذا العمل الفني صراحة جدا رائعة، اللي وصلنا بهالإحساس وجد تأثرنا إحنا كلنا فيه، فجد يعطيهم ألف عافية على الشغل الرائع هذا. الفيلم رائع جدا، يمكن أنا حضرته مش بس لأنه في خسارة قرابة مع المخرج، لكن نفتخر أنه مهرجان القاهرة السينمائي أخذوا جائزة الجمهور، فكان كنا متشوقين كتير لنعرف شو هو الفيلم، وبالفعل يعني فيلم رائع، إبداع، سلط الضوء على عدة نقاط، ناس مخفية، ناس تستحي تخفيها تحكيها، يعني فتح تابوز كتير الناس ما بتعرفها أو ما بتتجرأ تحكي فيها. فبتمنى لزيد النجاح، بتمنى لكل الممثلات النجاح، وطلبنا منهم كمان يعني انه نحن وي نيد تو سي مور اند مور من هذا الجرأة بالطرح. فنحن سعيدين جدا بهالانتاج الاردني وبالتمثيل الاردني بالاخراج الاردني بالتصوير الاردني، يعني عمل اردني متكامل. فان شاء الله شكرا الهيئه الملكيه للافلام عم تدعم هيك شيء، فمعناتها نحن في مستقبل للانتاج الاردني.